بعد هذا ننتقل إلى رسالة فحواها أنه يتحدث عن الصلاة خلف طابق فيه أو عليه يطل على مسجد. طالب في الصف الثالث الثانوي يأخذ دروسا في مبنى، وهذا المبنى يقول مكون من 3 طوابق، الطابق الأول مسجد يصلي به الرجال، الطابق الثاني فوقه وهو مسجد يصلى به من قبل النساء، أما الطابق الثالث فهو فوق الطابق الثالث يوجد به دروس العلم وحلق الذكر. لكنني وجدت في نفسي حرج بأن أكون في الطابق الأعلى والمسجد الطابق الأسفل تقام فيه صلاة العصر ونحن نتلقى دروس العلم في الطابق الثالث، فخفت أن يكون هذا الأمر حرام بأن أمشي على الأرض الذي فيه مسجد، فهل هذا حق من قبل ما فعلته أو الشيء الذي فعلته؟ الأمر ليس في مشيك على طابق المسجد الذي تحته مصلون، هذا أمر سهل، لكن الأمر الصعب أن الجماعة يصلون وأنت في هذا الطابق أو معك ناس تزعمون أنكم تدرسون الدروس تطلبون العلم. نعم، الواجب أن تنزلوا وتصلوا مع الجماعة، فإذا فرغت الصلاة تصعدون لدروسكم في سطح في الطابق الثالث، ولا يجوز لكم أن تبقوا في هذا الدور بحجة أنكم تدرسون دروسكم أو تتلقون العلم وتتركون حضور صلاة الجماعة وأنتم في مبنى واحد وقريب بعضكم من بعض. الواجب على المسلمين أن يصلوا جماعة ولا يتفرقوا. نعم،